السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة ديترويت. بهذا الفيديو رح نعمل الجزء الخامس إن شاء الله من ديترويت ونشوف شو حتكون مجرية الأحداث. رح أحاول ما أقصقص لكم منه، أترك لكم الفيديو مثل ما هو بس، ولكن يوجد هنا توضيح يوجد أن أهلاكم إياه. الفيديوهات ما بتصلكم شيء؟ ما بيصلكم إشعار؟ ما بتشوف الفيديوهات؟ إيش السالفة؟ فلذلك ما عاد في مشاهدات، يعني مشاهدات وقعت فرط بقعة، ما بعرف ايش السالفة ايش قصتها. واحد اثنين اللي هو انتبهت له بشكل غريب جدا، ما بتجيكم اشعارات، ما بتيجي تعليقات، كان هو في تعليقات، في ناس تحكي، في ناس تشوف، هلا ما بشوف شيء ابدا. فارجو انه اذا شفتوا هذا الفيديو وشفتوني انكم تعملوا تعليق وتكتبوا اراءكم افكاركم، تكتبوا لي اي شيء، يعني المهم تكتبوا لنا وتثبتوا وجودكم موجودين، ولا تنسوا اللايك اهم شيء وبس. وشكرا لكم، وهلا خلينا نبلش باللعبه ولست جو. يا رب نشوف الله ييسر علينا هلا وشوش شدت الاحداث، وهي سويت لكم كاس الشاي مشان نجيب من اللعبه لاني جدا جدا رائعه. هات لنا شيء هتبقي كويسه؟ انا بحس حالي بتفرج على فيلم وعلى لعبه انا بصراحه. هي اخر جزء انه نحن قررنا نروح للمكان اللي برا المدينه حتى نشوفه ونلاقي تساعدوني بحمايتنا، وقلنا اللي اعطانا اياها لما الزبال هو اللي اعطانا العنوان بيت. فاتوقع ليش ما اخذوني على السفينه مثل ما بعتوا كارلوس ماركوس ليش ما بعتوني مثل ماركوس على بداك المكان؟ المهم راح نشوف هالتفاصيل كلها هلا. حلو الان هل اسمح لي اني احرك راسي يمين شمال؟ انا قصة هاي البنت اكثر شيء وقصة كنا اكثر شيء عجبتني، اما ماركوس كثير ما عجبتني. ايش السؤال ايش ما بتقدروا؟ جيجي حلو. انت زلاتكو؟ انت زلاتكو؟ مين بيسال؟ قالوا لي انك ممكن تساعدنا. ما اعرفش مين قال لك كده، بس انت مكانك غلط. انا اسف. لحظه، محتاجين مساعدتك. ايش هو هاد؟ ادخلي. شكله بشري هاد، مو شكله آلي. ادخلي لنشوف. انت عم بكبس دبليو، والله ما عرفت شيء. والله الفيلم رائع. اتفضلوا ما تكسفوش. رح اتركه هي مثل ما هو، ما رح اغير كل شيء فيه ابدا، يعني حتى انتوا تستمعوا بالمشاهده. لوثر، ممكن لو سمحت تاخذ جاكيتاتهم؟ لما ده مش كله يرعب. ده صديقنا الضخم. لوثر كان اندرويد متغير وانا ساعدته. وهو بقى بيساعدني هنا. حلو. البيت كبير وفاضي. بس الله ما يستر هو كمان كارا تساعده. عم شكله يرقب يسعده. أرجوكم خذوا راحتكم. ايش هذا؟ ليش كان مسوي شن؟ الله يقع سيتو. سمعتوا عني ازاي؟ في اندرويد ترى شلون صدره مفتوح، ليش هيك فتحته؟ في الشارع قال انك ممكن تساعدنا. فهمت. متغيرة ها؟ طب وهي؟ هي بشرية. حلو. طب شلون حكمت على انها متغيرة وهي بشرية؟ عاوزة تلاقي مكان آمن. مكان تبتدي فيه حياة جديدة. سمعت إن كندا الجو فيها دلوقتي حلو أوي. حلو، شفت شنو ممكن تكون المرة الماضية في كندا؟ وأماكن مفتوحة، هوا نظيف، ومفيش قوانين للأندرويد. حلو. مكان هاي لبداية جديدة. أيوة هو ده بالظبط اللي عاوزينه. بالتأكيد. ها بتروح كندا شو بتغطيكم؟ أقدر أساعدك. الأول نتخلص من جهاز تعقبك. جهاز تعقب؟ أيوة. كل الأندرويد مزودين بأجهزة تعقب تحدد موقعهم في أي وقت. أنا هشيل الأجهزة دي وساعتها هتبقوا في أمان. تمام طيب. يلا. كل شوي. تعالوا. الصغيرة ممكن تستنى في الأوضة الثانية.
لا، هتفضل معايا دايما. اكيد. من هنا كل اللي عاوزينه في البدروم. حلو. لا 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 تروحي لا تروحي لا تروحي لا تروحي. استني ايش في هون؟ في شيء مهم لازم نطلع عليه. المشكلة مكتوب بأنا لغة ما بعرف. بالبدروم يعني يعني بالقبو. ما بجوز انت تكوني بدروم. ولا انا ولا الراجل ده ولا انا مش مطمنة والله صراحة. او طمأنان تهدئة لا خيار. انا اخذ خيار. ما عندناش حتة تانية نروحها، لازم نثق فيه. ايش صاير شكله؟ شكل الزوم ولا اي تحذير؟ معلش سامحيني على اللخبطة. انا كنت محتاج مكان امن لآلاتي. نزع اجهزة التعقب غير قانوني، فانا افضل الامان عن الراحة. اتمنى ما تكونش الطفلة خايفة. لا لا، هتكون كويسة. ده كويس. ليش ما رحتي سألتيها؟ انا شكلها اروح اسألها. فيها طمأنينة. يلا يا أليس. ايش هو هاد؟ من هنا من فضلك. ليش هاي وقفات؟ لا توقفي. ليش وقفتي؟ فعلا انا بمختبر بشري، بس هذا شايفه بشر وليس آلي يعني. طيب اطول مشكلة. ممكن لو سمحت تقف هناك. دخول آلة زاتك. زاتكو زاتكو زاتكو. طب ليش وثقت بيو؟ كان لازم احذرك، الموضوع مش سهل خالص. والله بارك الله فيك. ليش ما ثبتوها؟ لسبب مش معروف، أجهزة التعقب شكلها ما بتشتغلش مع المتغيرين، عشان كده صعب تلاقيهم. يعني ايش هو؟ أعتقد ما بقاش فيه سبب يخلينا نشيل جهازك. إيه؟ بس أنت قلت إنه. أيوة. يعني ايش هو؟ الناس بتصدق اللي عاوزة تصدقه. يعني بيكذب عليها. المتغيرين فعلاً عبط جداً. أنتوا بتقولوا مستنيين مني أساعدكم، وانا بس غضب علي بظبطهم تاني وبعدين ابيعهم. ساعات احتفظ بيهم علشان اعمل تجارب. لا لا، انا مش عاوزه يتعدى. سيبني كارا. نسيت الموضوع ده خالص، الطفله. هقفل عليها واشوف الموضوع بعدين. أليس أليس لا. واو، المتغيره اللي عاوزه تبقى ام. ده نصب عليك. ده جميل جدا والله العظيم. وخيالي جدا. بس اطلع لا اذبحك. لما سويته بيدك لا سوي شيء. تعرف شو خلاص اتحاقد عليك؟ ده اللي هتبقى ليه عشان عندك حلم. دايما هي نفس النهاية، دموع وخيبة أمل. ضيعنا عنك. صدقيني الأحسن يمسحوا ذاكرتك وما تحسيش بحاجة خالص. مفيش ألم تاني. طب هي مسح الذاكرة. طب أنا ذاكرتي شنطة المسح. خيبة أمل. خيبة أمل مو رح نسويك مسلسل هلا، لازم اسم الحلقة خيبة أمل عليك. كارا والله حمسني. يا عيني يا أليس. شايف مشكلة في الذاكرة. ماما شكلها كده مش فاكراك خالص. ها على فكرة ماما شكلها كده نسيت تماما. كارا ايه اللي حصل لك؟ ماشي كده كفاية يلا. ما انه يضرب اضرب البنت. انت عبطتين. انا هعلمك الادب يا قليلة الادب انت. كارا اصحي كارا.
هيفضلوا واقفين كلهم مامليني في غرفة المعيشة. ايش يعني؟ وهذا الجهاز ايش وضعه؟ ايش وضعه؟ ايش وضعه؟ مش فاهم. نثور على طريق الهروب. حلو. أحداث دائرة قصيرة. حلو، شلون نسوي الدائرة القصيرة؟ بسرعة. حلو. لا الثاني. كان جبت الفكرة. شاف. حلو كده دول بدك بس نسوا بس سيارة انا. هلا اتوقع تقريبا ضغطت نص الزكاة طارت مني فهي المصيبة الاكبر. تفقد اليكس طبعا تفقد اليكس. ايش في هون؟ في حدا هين؟ اوه في حدا، في حدا. ساعدينا. اتوقع انهم رجل آلي. خلاص طلعوا قطوني. يحب يلعب بينا. أعمل وحوش علشان بس يلعب. يخرب دياره. مين الوحش الحقيقي؟ بص يا عمل في العين. يخرب دياره ايش مسوي؟ عم خلانا فنجر عيوني. سكري 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 سكري. هذول مستحيل اساسا يفكرون بالهروب. انا هون نفتح لهذول ما هرت نفتح. طب شو مريت انا بين كل هذا؟ وات ذا فك. خلص تركم هذول مش حيفكرون يطلعون اساسا. عم يضرب هو البدرون تبعه. ايوه يا زلاتكو انا هخلص تقريبا خلال 10 دقايق وهشوف هعمل ايه مع الطفله الصغيره. فهمت يا زلاتكو. هجيب الطفل الصغير خلال 10 دقايق. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.